السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من قناتنا على اليوتيوب المعرفة البسيطة. النهاردة هنتكلم معاكم عن حلقة تاريخية، بس هي أكتر منها اجتماعية. هنتكلم عن حادثة حصلت في أربعينات القرن الماضي، واللي اتعملت عليها بذرة لعمل فني شهير جدا اتعمل بعد هذه الحادثة بعشر سنوات، وهو فيلم العتبة الخضراء. كوباية شاي وانتظرونا علشان نحكي لكم الحكاية من الأول. حفظ الله سليمان المواطن القروي البسيط والساذج اللي نزل مصر يدور على شغلانة يبتدي بيها حياته من هناك. حفظ الله سليمان كان راجل قروي بسيط جدا، لم كل ما يملك من ثروته علشان خاطر يشتغل ويبتدي حياته في منطقة القاهرة الكبرى. نزل يدور على أي شغل أو يفتح مشروع في أي حاجة هو بيفهم فيها، ولكن دون جدوى. نزل بالمطاف أو انتهى بالمطاف إن هو يقعد على قهوة آخر النهار، وهناك اتعرف على شخص اسمه رمضان أبو زيد. رمضان أبو زيد كان معروف، يعني كان معروف لدى الشرطة إن هو راجل محتال وبينصب على الناس يعني، ولكن حفظ الله سليمان ببراءته وسذاجته، طبعا هو أصلا ما يعرفش عنه حاجة كده أو كده، هو راجل لقاعة قاعد على القهوة وكلمة منه في كوباية شاي في سجارة: انت منين يا بلدينا؟ انا من الحتة الفلانية. طب جاي تعمل ايه؟ والله انا معايا مبلغ من المال وعايز افتح اي مشروع ابتدي بيه حياتي وكده يعني. طب يا عم تعالى نفتح محل كذا. لا والله ما بفهمش فيه. طب ايه رأيك نفتح ورشة كذا؟ لا والله ما بفهمش فيه. لحد ما استوقف حفظ الله سليمان مشهد قدام منه وهو قاعد على القهوة، وهو الترماي وكان زحمة جدا، وهو بيقول لرمضان ابو زيد: ايه ده يا رمضان، كل دي ناس موجودة في الترماي. لحد ما رمضان عرف مربط الفرس وعرف ازاي من اين تؤكل الكتف زي ما بيقولوا، افتكر فكرة ان هو ينصب على الراجل البسيط ده، طبعا بحكم ان هو اتكلم معاه وعرف ان هو ساذج جدا. قال له: طيب ايه رأيك تشتري الترماي؟ ازاي، هو ينفع اشتري الترماي؟ ايوه. قال له: ايوه ينفع تشتري الترماي، هنبقى هنجيب الكمساري ونروح عند محامي نكتب العقد تاخد الترماي وخلاص يبقى ملكك وتشتغل بيه طول النهار. ازاي يا عم ومش ازاي؟ قال له: يا عم خلاص هنروح نجيب الكمساري وانا هكلم محامي خليه يجي يعمل لك. طب هو المبلغ كام؟ حفظ الله سليمان زي ما الروايات ما بتقول ان هو كان معاه في حدود من 80 ل 85 جنيه، ولكن رمضان ابو زيد قال له مبلغه حوالي 250 جنيه. بس انا مملكش المبلغ دوت، هتاخده مني ازاي؟ قال له: خلاص انا يا عم احسانا مني هبعهولك ب 200 بدل 250، وهدفعك ال 80 جنيه وال 120 الباقيين هنقسمهم لك على كمبيالات. ازاي يا عم، هو انت اللي تمتلك؟ لا انا مش انا اللي بمتلك، انا هتوسط لك في ان انا هخليهم يبيعوا لك الترماي. اخذ الراجل وطبعا جابوا محامي شيش بيش كده يمثل، وجابوا كمساري يمثل، وقعدوا على القهوه وكتبوا العقد وعملوا الكمبيالات ال 120 جنيه على كمبيالات، وراح اخذ الراجل وطلع بيه على الترماي. الترماي كان رقم 903 خط العتبه ابو الريش. ركبوا القطر، رمضان ابو زيد دفع له التذكره وقال له: يا عم علشان تبتدي مشروعك انا دين اهو دفعت لك تذكره، اقعد انت بقى على الكرسي وايه وشوف الزباين واحسب الحسبه بتاعتك علشان خاطر ده مشروع كبير وان شاء الله هتعرف تسد الدين اللي عليك. طبعا عمنا حفظ الله سليمان فضل يعد في الناس، ده اللي داخله واللي طالعه، وده دافع نص تذكره وده دافع تذكره، لحد ما وصل بالحال لاخر نهايه الخط، وفي الاخر ميل على الكمساري وبيقول له: هات الايراد. طبعا رمضان ابو زيد كان قايل قبلها للكمساري: خد بالك يا بلدينا، الراجل ده على نياته وفي اخر الخط ابقى نزله علشان ده مش عارف اي حاجه في البلد. طبعا لما حفظ الله سليمان وصلوا لنهايه الخط ودخل على الكمساري وبيقول له: فين الايراد؟ هات الايراد. فبيقول له: ايراد ايه؟ قال له: ايراد الترماي. قال له: ايراد الترماي ايه يا عم، انت مجنون ولا انت عبيط ولا ايه؟ الحاجه دي ملك الحكومه. قال له: ملك الحكومه ازاي؟ ما انا مشتريها ودافع فيها المبلغ الفلاني وعليا اقساط وكمبيالات بكذا. ازاي ومش ازاي؟ طبعا الناس اتلمت وافتكروا ان عم حفظ الله راجل مجنون او مخبول او مختل عقليا، خدوهم وراحوا بيهم على اسم الشرطة، وهناك اكتشف انه اتنصب عليه، وساعتها الضابط قال له: القانون لا يحمي المغفلين. وطبعا هم لما جم قبضوا على رمضان ابو زيد قال لهم: العملية كلها
كانت عبارة عن سجارة وكوباية شاي وقاعدة على القهوة. ساعتها الصحف اتكلمت عنها ويمكن كمان الصحف العالمية، وأصبح حفظ الله سليمان مثال المواطن الساذج العبيط، وأصبح رمضان أبو زيد مثال للمحتال الشاطر والنبيه. طبعا في قصص عالمية أكبر من كده بكتير. فيكتور لوستنج حاول إن هو يبيع برج إيفل مرتين، ده هنحكي لكم عليه في الحلقة الجاية إن شاء الله. أنا وصلت كده لنهاية الحلقة، ما تنسيش تدعمونا بشير ولايك وسبسكرايب، تتفرج على الحلقتين دول والحلقة ديت وتشترك من هنا. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.